الأحد بعد الأخبار أكيد موعد المنتظر مع نهائيات دانسينج وذا ستارز لنشوف مين رح يحمل اللقب بالموسم الثالث، مع العلم أنه كل ستارز عن جد عطش أكثر ما عندهم، عن جد بين الناحية الفنية من ناحية الرأس عندهم كثير قوية، ولكن أكيد نحن على موعد مع حلقة ممتعة ومع فارس الغناء العربي عاصي الحلاني كمان بكرة بدانسينج وذ ذا ستارز. أما نهار تنين فقبل الأخبار بتكونوا الساعة 7 مع حياة سكول ومع أحداث وتطورات جديدة بهالدراما الاجتماعية اللبنانية، أما بعد الأخبار فبتكونوا مع 15:44 مع الإعلامي توني خليفي اللي دايما بيفاجئنا بمواضيع فعلا بيعالجها للآخر. هلا خلينا نرجع نشوف أجواء دانسينج وذ ذا ستارز الأسبوع الماضي. للتصويت أرسل SMS يحتوي على DS يليها رقم النجم المفضل لديك. أو اتصل على الأرقام التالية. Dancing with the Stars brought to you by Diet Pepsi. Shine like a star with Persil Black. خد لك بريك، خد لك كيت كات بوب شوك الجديد. إذن هيدي أجواء دانسينج وذ ذا ستارز، بس ما تنسوا كمان موعدكم بكره مع أجواء لايف يلي رح تواكب نهائيات دانسينج وذ ذا ستارز. رح نكون بولو في مع وسام حنا تنحكي أكيد عن مسيرته، ولكن كمان عن اشتراكه بدانسينج وذ ذا ستارز. رح يكون في كمان مداخلات من مقدمي البرنامج كارلا حداد ووسام بريدي الزميلين يلي بكره رح يكون أكيد نهارهم مليان، ولكن رح أكيد نكون في مداخلات معهم لنشوف شو هي الأجواء وأجواء التحضيرات. هلأ خلينا نشوف كمان نوال الزغبي النجمة الذهبية اللي حلت ضيفة الأسبوع الماضي على دانسينج وذ ذا ستارز. ويكند مميز على الام تي في، بتمنى كل ايامكم تكون رقص وفرح، واكيد بكره موعد جديد مع لايف جديد، فكونوا على الموعد. باي باي.